الحقيقة اللقاحات كلها جيدة بصورة عامة، والحمد لله اليوم أضيف لقاح رابع اللقاحات اللي متداولة في الدول الغربية، وهو اللقاح الروسي، وقد نشرت بيانات بالأمس تدل على نجاح اللقاح هذا بدرجة عالية، وهو مشابه للقاح أسترازينيكا. طبعا احنا المهم الآن الحصول على هذه اللقاحات. من الناحية العلمية اللقاحات الأربعة اللي فايزر، مادورنا، أسترازينيكا، سبينكس فايف الروسي، كلها لقاحات الحقيقة جيدة، ونتمنى أنه الحصول عليها، أهم شيء الحصول عليها. اللقاح سوف سيدي الفاضل لن يحل المشكلة، يعني هو مثل ما يقولون ليست الرصاصة الذهبية اللي راح تحل مشاكلنا بموضوع الكورونا. اليوم مثل ما تفضلوا زملائي قبلي أنه الخطورة حقيقة واضحة على كل المجتمعات وليس العراق، مع أنه العراق حقيقة سجل أكبر عدد من الوفيات، وسبب الإرباك اللي صار عندنا في بريطانيا على سبيل المثال، وإحنا الآن أسوأ وضع في أوروبا من ناحية الوفيات وعدد الإصابات، هو الاستخفاف بقرارات الدولة. ها، حتى في للأسف بريطانيا. إيه، ماذا أقول لك، حصل في بريطانيا في فترة عندما نزلت الحالات بدت الناس لم تلتزم، يعني الآن طبعا الالتزام شديد، والآن احنا منذ فترة شهر ونص تقريبا شبه غلق في بريطانيا كامل، لا توجد محلات ولا توجد مطاعم ولا مسموح التجمع، والعقوبات حقيقة جدا قوية، والآن بدأنا نسيطر على الوضع.